بعد شهر ونصف من مقتله ظهر جمال خاشقجي في صورة تجمعه بامرأة تلبس فستان فرح، قيل إنها من يوم زفافها على الصحفي السعودي الذي تم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ 5 أشهر تقريبا. حنان هو الاسم الذي يتم تداوله عن الزوجة المفترضة، وهي من الجنسية المصرية وتقيم في منطقة الخليج العربي. وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن زوجة جمال تقدمت بأوراق ثبوتية للسلطات السعودية للمطالبة بحصتها من الميراث. وقد أكد مقرب من خاشقجي حادثة الزواج وقال بأنه كان شاهدا عليها. وسرعان ما طارت الأنظار نحو التركية خديجة جنكيز خطيبة جمال خاشقجي، التي كان وقع المفاجأة عليها أكبر ربما من اختفاء ومقتل خطيبها، خاصة وأنها لم تكن تعلم عن زواجه في أمريكا، بل إنها تحاول إيجاد تفسيرا للخبر على أنه مفتعل بغاية تشويه سمعة خاشقجي بعد مقتله. ولكن ماذا سيكون تعليق خديجة في حال ثبوت زواج خطيبها رسميا بحنان؟ وهل يمكن أن يكون لخاشقجي زيجات أخرى مجهولة؟ عبد الحليم، إيرام نيوز. O gün gerçek anlamda yani her gün öldüm diyebilirim.